حسين يا غريب. فالذي عنده هذا الكنز العظيم هو أغلى من العرش وأغلى من كل شيء، ولاية أمير المؤمنين ومستقبل العالم كله الآن عندك. العالم كله ينتظر إمامك، ينتظر قائدك، ينتظر الخليفة اللي هو على الأرض. كل العالم ينتظر، شاء أم أبى. حتى لو الناس الآن نقول الناس ينتظرون القيامة، حتى الذي يكفر بالقيامة هو ينتظر القيامة، شيء طبيعي. الناس الآن ينتظرون قدوم الغائب المنتظر. أحبتي، وأنا عقيدتي أننا في عصر الظهور وفي أيام ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه ملاحظة يجب أن نلتفت إليها، لأن الأيام القادمة كلها والليالي من الزمان حبالا مثقلات، حبالا جمع حبلى، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيب. هذا بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة لنا الأمور واضحة أمامنا. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ والله بينك وبين الفرج لحظة عين، طرفة عين، طرفة عين فقط. الإنسان أنت تعرف الآن هذا مجلس عقد، وإحنا معاكم وأنا معاكم وكلنا في خدمة أهل البيت وهذه الوجوه الطيبة، بس أنت مستعد لحضور هذا المجلس من قبل يوم، من قبل يومين، في فكرك أنك تحضر هذا المجلس. هو هذا الاستعداد والنية في نفسك أنك تحضر، هذه النية نفسها تدفع البلاء عنك. فكيف إذا كنت تعد نفسك لاستقبال الغائب المنتظر وقدوم الغائب المنتظر؟ حقيقة أنا أتكلم معكم بأرقام أحبتي، مو أنه لا، أرقام أرقام أتكلم معكم فيها، لأن الأخبار كلها والآيات كلها التي تتحدث عن ولاية أمير المؤمنين وعن ولاية أهل البيت تؤكد أن الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض ما تبقى شيء، وأنتوا لاحظتوا الآن العدالة قويت من العالم منذ زمن طويل. الآن حتى رغيف الخبز بدأ ينحسر عن الناس. تدرون المشكلة العالم الآن، مشكلة في العالم، مشكلة اقتصادية، رغيف خبز. وهذا رغيف الخبز ما له علاقة بالنفط، لو واحد يجيب ملايين البراميل نفط ما يحصل على رغيف خبز. رغيف الخبز له علاقة بالأرض، بالزراعة. الآن ظهور الماء على الأرض، كثر الزلازل اللي موجودة، الترتيبات اللي موجودة الآن، الآن الأمور اللي تحدث في العالم كلها تشير إلى هذا اليوم الذي ننتظره. أمامنا ثلاثة أيام والله العظيم يا أخوة، يوم الخروج، يوم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. القيامة ما تقع قبل هذين اليومين، يوم ظهور الإمام سلام الله عليه، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. فيوم ظهور الإمام يوم تشرق الأرض بنور ربها، ورب الأرض صاحبها، لأن ما له علاقة هذا بيوم القيامة. وإن كان سياق الآيات تلاحظ هكذا، لا، يوم القيامة يقول وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم القيامة يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، أما وأشرقت الأرض بنور ربها، رب الأرض هو صاحبها، قال اذكرني عند ربك، يعني عند صاحبك، عند الملك. فصاحب الأرض هو الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. إذن نحن ماذا أعددنا العدة أحبتي؟ نقدر هذه الليلة كل واحد منا يتوجه إلى الله، يغتسل غسل التوبة، غسل الجمعة، غسل ليلة الجمعة، يقرأ سبع آيات الحواميم من غافر إلى الأحقاف ويهديها إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويعقد عقد وعهد مع الإمام صاحب العصر والزمان أن يكون خادما لهم،
أن يكون جندياً في مدرستهم في بيتهم، أن يكون مدافعاً عن الزهراء وعن أهل البيت، أن يعمل عملاً صالحاً يرضاه الله تبارك وتعالى. نستطيع نحن في هذه الليلة أحبتي أن نقوم بهذا العمل، نستطيع. الله تبارك وتعالى ليس فقط يغفر لنا الذنوب، لأن احنا أصحاب ولاية، الولاية عندنا موجودة، وفي الولاية تغفر الذنوب وتقبل الحسنات. في غيرها المشكلة، في غيرها لا الذنوب مغفورة ولا الحسنات مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين.